بيتك انحرق. شو؟ أغلبك إيش هاي؟ قال لي شو اسمه جيد. المدير هيك بده. هيك نكون عملنا ريست وسيارتك اشتغلت الحمد لله. وإيش هاي؟ رن على الشرطة بس مش بتعرف. لا 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 بدي اسمع فيها يعني. ثواني بس بدي اقول لك شغله. سكر فمك. اهو بتخاف انه ينكسر. بيانات يوم بعد يوم بعد الافطار في رمضان على عمان تي في.